الزيارة المرتقبة لديفيد هيل إلى بيروت، ويلي دغري لما بيكون في زيارة لأي حدا أمريكي يبنى عليها أشياء كتير. يعني اليوم بس تقول ديفيد هيل جاي على بيروت دغري بتقول ملف الترسيم المرسوم 6433 يلي كرمال هيك ميشيل النجار مش عم يمضي، ناطر ليشوف شو بده يقول له هيل، تقول في شيء على الحكومة، فشلوا الفرنسوية، رجعوا استلموا الأمريكان، الدفة، مليون شغلة بتجي بتخبط أفكار براسك. حنجرب نفكفك شفرة ديفيد هيل قبل ما يجي نحن وياك، وخليني بلش من هالنقطة بالتحديد، شو جاي يعمل ديفيد هيل ببيروت؟ أول شيء هو بيوصل بكرة، بعتقد بيبقى للخميس، يعني زيارته 4 أيام قابلة للتمديد يوم بعتقد خامس. النقطة الثانية البرنامج عملته السفارة ببيروت، بعتقد مش رح يكون مختلف كتير عن برنامج الوزير سامح شكري، تحديدا فيما يخص يعني موضوع النائب جبران باسيل. النقطة الثالثة هو جاي على رأس وفد، في معه 2 موظفين بالخارجية، بنيامين إمبوري ودانيال نيومان. الزيارة إلى طابع استطلاعي لأنه تأخرت المساعدة اللي بدها تجي محله فيكتوريا نولاند بسبب موضوع جلسة الاستماع وظروف كورونا وإلى آخره، تأخر الاستماع. بعتقد الزيارة استكشافية بإطار التحضير للتسلم والتسليم. ما إلى شو يعني لما بنقول زيارة استكشافية؟ جاي يستكشف شو؟ وهني اوريدي راسمين كل الخطوط العريضة، جاي يستكشف التنفيذ؟ لا شو جاي؟ لا 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 ما بعتقد اليوم عندهم صلاحية يروحوا على هذا المحل. بتصور هني راح يحطوا موقفهم الأمريكان، يعني بالجزء بالثوابت اللي صرنا بنعرفها بمجموعة القضايا، وباللحظة السياسية الراهنة في الملف الأكثر حرارة هو ملف الحكومة. هني بالاتصال اللي صار بين ماكرون وبين بايدن حددوا الفرنسوية، نحن مع المبادرة، يعني باركوا المبادرة الفرنسية. تعهدوا بتجميد العقوبات وأعطوا فرصة زمنية للفرنسيين. في حكي أنه هاي الفرصة الزمنية بتنتهي بحزيران، هذا الحكي كنا عم نحكي غدات الاتصال الأول، عم نحكي بكانون الثاني، بآخر كانون الثاني. صار في مستجدات كثيرة بهذا. النقطة الثالثة هن حتى بموضوع العقوبات في مستجدات. النقطة الثالثة هي موضوع أنه الديمقراطيين عم يعتبروا أنه هن بلموا أكثر بالوضع اللبناني وتفاصيله، لأنهم بلموا بالوضع اللبناني وبتفاصيله أكثر، ممكن تكون مقاربتهم أكثر واقعية من الجمهوريين للملف اللبناني. طيب توقيت هذه الزيارة، إذا قلنا لأنه تأخر التسلم والتسليم وما إلى ذلك، وعم ينهي وراءه خلينا نقول ديفيد هيل لا يخرج من المنطقة وتستلم يعني بديلته مكانه، بس التوقيت دايما التوقيت بيطرح علامة استفهام، إنه تعقدت هلأ وطلعت الصرخة بموضوع بدي يبلش من هون تحديدا قبل الحكومة بموضوع المرسوم 6433، موضوع الترسيم البحري يلي بنعرف قديش الأمريكان فايتين فيه للآخر، وهن أم الصبي فيه عمليا، وخصوصا اليوم لما بدنا نحكي عن تعديل مرسوم بيعطي حق للبنان أكثر بالمياه وبالحدود البحرية، تتوقف عليه موضوع بداية أو عدم بداية الحفر من قبل العدو الإسرائيلي، بيعمل حالة فيتو خلينا نقول أو وقف تنفيذ لهذا الأمر، والتعقيدات في الداخل مثل ما هي ظاهرة بالظاهر متوقفة على توقيع ميشيل نجار، هلأ بنحكي فيها أكثر. بس هيد التوقيت بالتحديد شو جاي يعمل؟ لا أنا بعتقد نحن عم نعطي التوقيت قيمة، هن عم بقول لك إنه عنده مرحلة انتقالية بين إدارة وإدارة، في تسلم وتسليم. ما بعتقد إنه له توقيت يعني له علاقة بملفاتنا اللبناني، التوقيت التقني له علاقة يعني اعتبارات داخلية أمريكية، نحن بناخد الموضوع وبنحط له، وبعتقد وحدة من الشغلات اللي رح يسمعوها اللبنانيين إنه يعني الملف اللبناني ليس أولوية.
عند الأمريكان. عند الأمريكان يعني طالما الملف اللبناني ليس أولوية، يعني مش جاي هلأ هو يقول أنه أنا بدي هيك وما بدي هيك ويفوت على موضوع تلت معطل والأخير. أنا بعتقد الأمريكان مش فايتين بهذا المحل نهائيا. هن هلأ حدود سقفهم السياسي لا يتعدى المبادرة الفرنسية. إذا تجاوز الفرنسي أحيانا بعض الخطوط الحمر وربما يتدخل الأمريكي مثل ما صار بموضوع اجتماعات باريس، أنا بعتقد اللي فرمل احتمال اللقاء بين الوزير جبران، أنا بعتقد هو الأمريكاني مش يعني جهات داخلية لبنانية ولا جهات فرنسية، وقد تتضافر مجموعة عوامل، بس اللي أخذ الموضوع على هذا المكان على تجميد أصل اللقاء أنا بعتقد هن الأمريكان. بس كان قائم اللقاء، كان قائم اللقاء. هلا بدي أحكي فيه بالتفصيل، بس خليني ما توه عن نقطة، عن جد نقطة الترسيب، نقطة المرسوم وتعديل المرسوم. تنقطع عنه بسرعة لأنه منه طبعا أساسي، بس في جدلية كبيرة حواليه. صحيح أنه الأمر متوقع بس متوقف بس على توقيع ميشيل نجار، أم خلف البارافان تبع ميشيل نجار في قصة أعمق وأكبر؟ لا سمر، يعني إذا بدنا نحكي نحن على موضوع ملف الترسيم، للأسف نحن منذ العام 2007 عم نتعاطى مع الموضوع إذا بدك يعني بخفة، يعني بكل أسف. يعني ملف الأدي حيوي واستراتيجي ومهم للبنان وللبنانيين ولمستقبل الأجيال اللي جاية، كيف تعطينا نحن معه؟ بلشنا بالبداية بعتنا فريق، للأسف يعني هن موظفين بالدولة بس هن مش مختصين بموضوع الترسيم، بعتناهم تيرسموا الحدود. هلأ هن يعني تحفظوا على الترسيم واعتبروا أنه هذا ترسيم غير نهائي، وأنه حتى ما بينبنى عليه بين قبرص وبين دولة تانية، وإذا اقتضى الأمر يقتضي أنه تكون ثلاث دول المعنية تكون موجودة، سواء لبنان سوريا قبرص أو لبنان إسرائيل قبرص. يعني عملوا التحفظ اللازم، بس نحن بعتنا فريق غير تقني وغير مهني وغير معني بهذا الموضوع. طيب نحن بلشنا غلط بالسياق نفسه، كملنا بالغلط. كيف كملنا بالغلط؟ نحن بيوم الأيام اجت المكتب البريطاني حطلنا مجموعة سيناريوهات. نحن من السيناريوهات اللي انحطت قدامنا من الإنجليز بال 2011، واحد من السيناريوهات اللي نحن اليوم اللي تبنيها الجيش اللبناني، يعني الجيش مش عم يشتغل من العدم بالموضوع. طيب نحن وصلنا لليوم أخذ قرار سياسي بالبلد بتضل توافق وطني عام بتشرين أول أنه فلينتقل ملف ترسيم البحر إلى الجيش اللبناني برعاية رئيس الجمهورية. خلينا نعترف أنه عمل الجيش اللبناني شغل سليم ومظبوط لحتى اللي ياخد حقه. لكن الجيش اللبناني بلش يعمل شغله المظبوط من سنوات. يعني هن كانوا بلشوا، يعني تحديدا انا عم بحكي عن احد الضباط الاساسيين بالفريق، يعني واللي هلا هو جزء من الوفد المفاوض. هن عملوا شغلهم المضبوط من حوالي العشر سنوات، يعني هذا الشغل اللي عملوه. ما اجت الفرصه نهائيا قدام تظهير هذا الجهد وينحط بسياق الا ما عندما اصبح الملف بعهده الجيش اللبناني. وبالتالي ما ارتبكت قياده الجيش خلال اسابيع معدوده، انحط الموضوع على السكه، قالوا هذه رؤيتنا. السؤال الاساسي، طب انتم وقت اللي رحتوا احلتوا الملف باجماع وطني للجيش اللبناني، مش كان مفترض انه يصير الجيش هو المرجع لهذا الموضوع وبالتالي تنسحب كل الاعتبارات الاخرى؟ للاسف عندما اصبح الملف بعهده الجيش اللبناني وانطلب منه للجيش اللبناني يقدم مقاربته، قدمها على طاوله المفاوضات، كانه اليوم الجيش اصبح يعني معزولا، يعني او انه في محاوله لاطلاق النار على الجيش، او في محاوله لوضع اعتبارات كثيره بمقابل الرؤيه اللي قدموها الضباط وغير الضباط بقلب الوفد اللبناني. لذلك انا بعتقد حجر الزاويه بالموضوع هو هل نثق بالجيش وبالفريق اللي عم بيفاوض؟ اذا كنا بنوثق فيه بدنا نتحمل مسؤوليه الخيارات انت شو شايف؟ في ثقه بالجيش وبالفريق يلي عم بيفاوض من قبل الماس الحاكمة الأخرى؟ طبعا ما عم بحكي عن رئيس الجمهورية لأنه هو من خلينا نقول أطلق يد هذا الفريق. مين من الآخر، مين ما بده يوقع المرسوم، مين ما بده يستكمل حق لبنان، ومين ما بده يمضي ببساطة؟ الأمور كانت محطوطة على جدول أعمال مجلس الوزراء ب 21 تموز 2020 قبل انفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة.
وكان مفترض انه هذا الملف ينحط على طاوله مجلس وزراء يتخذ قرار بتعديل المرسوم ضمن مجلس وزراء. تاجل طرح الموضوع في مجلس الوزراء في ذلك الوقت. اجت قصه 4 اب وفتنا بهذا رحنا هلا صرنا عم نحكي انطرحت فكره اما تعقد الحكومه جلسه لاجل هذا المرسوم تحديدا اما ينعقد المجلس الاعلى للدفاع وبنعمل صيغه أو يجتمع مجلس النواب مجددا ويطرح الموضوع على بساط البحث حتى يتخذ قرار بالإجماع الوطني ويكون أيها الأقرب للتحقيق أو منروح على صيغة المرسوم المتنقل اللي بيمضوا. أنا بعتقد هي مرسيم الجوال فأنا بعتقد هني راحوا على الخيار اللي آخر شيء صار الخيار الأكثر واقعية بمعنى أنه ما عادش في خيار لا الرئيس الحكومي بده يدعي إلى لا وهذا الموضوع مش من صلاحية المجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب ما رح يجتمع فراحوا على صيغة المرسوم اللي بده يتجول من وزير لوزير وصولا لتوقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. فيك تقلي باختصار مين ما بده لا 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 مش مخبية سمر في فريق على رأسه الرئيس بري معتبر أنه هذا الموضوع قد يرتب على لبنان أعباء بتبلش بالمعنى القانوني انه نحن حطينا سياق وفاوضنا من 2010 مع هوف واخذنا اخر شيء نحن بالحلاش تقدرنا ناخذ منهم للامريكان ال 462 كيلومتر مربع مقابل 392 كيلومتر مربع اعطوهم للاسرائيليين، نحن بعد معركه طويله قدرنا وصلنا لهذا المحل، اليوم جايين نحن عم نقول انه نحن بفوق بموجب الخط الجديد اللي حطيناه بدل الخط 23 خط 29 نحن جايين عم نقول انه بدل الخط الاول نحن حطينا الخط الثاني بموجبه بناخذ 1400 هيدا رح يرتب علينا معادلات كثيرة جزء منها أنه نتهم قدام المجتمع الدولي أنه إحنا ما منلتزم وجزء منه قد يعرض لبنان للخطر للعدوان إلى آخره قد يعرض لبنان أو أشخاص بلبنان للعقوبات في له مندرجات بس كمان أنت بالمقابل عم تتنازل عن 1400 لا ما هو عن 1400 لذلك كيلومتر يعني بأرضك لا ما هو انتبه نحن مش تأخذينهم لل 1400 نحن السيناريو اللي حاطه الجيش هو الآتي الجيش عم بيقول أنه أنا أفضل سيناريو لإلي في عندي 1400 و800 يعني 860 عندنا بال 1400 و860 نحن بناخذ 2200 وشوي هذا أفضل سيناريو نحن وهذا بتعرفي يعني سيناريو مستحيل السيناريو الثاني أنه نحن ممكن بحسبة معينة ناخذ من الـ شو اسمه الـ يعني تنقول ناخذ حوالي نص هذه المساحة السيناريو أسوأ سيناريو عم بيحطوا الجيش اللبناني أسوأ سيناريو عم بيحطوا الجيش اللبناني انه احنا نقدر ناخذ 860 وبالتالي يعني انت رفعتي سقف التفاوض بافضل سيناريو بتاخدي كل شيء بثاني سيناريو بتاخدي اقل بثالث سيناريو بتاخدي ساعتها انت ما بتكوني عم تفاوضي انه انا بتخلى لاسرائيل عن 300 او بكره بنعمل تسويه معهم على يعني هو عم تقلي انه هو رفع السقف لتحسين شروط التفاوض قد يكون نحن عم بقلك ما انت بتحطي سيناريوهات سمر فيك تاخدي كل شيء بدك اياه وهذه بتعرفي بالتفاوض والمفاوضات ما فيك تاخدي كل شيء بدك اياه بدك بس عم اقول انه حطوا اعلى سقف أعلى هو ال 2000 وشي لا يحصلوا انتبهن على انتبهن الجيش حتى نكون دقيقين سمر الجيش ما فاتوا بلعبه السياسه انا عم بحكي هلا بشكل مهني مش عم بحكي بالبروباغندا الجيش قالوا اذا نحن اعتمدنا بالخط راس الناقوره استنادا لمجموعه معايير قانون البحار خط بولينيو كوم تبع 23 خط الهدنة تبع 49 الخط الأزرق تبع 2000 إذا حطينا هو كلياتهم واخترنا خط الوسط من عند راس الناقورة طلع معنا الخط 29 هن اعتمدوا خط تقني مهني بحث ما فاتوا على الموضوع السياسي هن رح يفوتوا على طاولة المفاوضات عم بيقولوا نحن هذا الخط اللي نحن اعتمدناه مستندين إلى هيك هيك ومعتبرين أنه حجتهم قوية كتير كتير وهذا اللي عم محل من محلات أحرج الإسرائيلي بالجولة الأولى من المفاوضات لأنه اكتشف حاله قدام فريق لبناني كفوق جدا عنده كل معطياته بالحجة القانونية مش سهل مواجهته والقول له لا راحوا الإسرائيليين على فكرة الخط الجديد اللي حطوه جنوب صيدا للرد بالسياسة مش بالتقني
هن ردوا الإسرائيليين بالسياسي، وجي أجا قال لك أنه أنا برمتها 310 درجات للخط، تقول لك أنت عم أنا وياك عم نفاوض على على الثمانية والتسعة، أنا أخذتك ترجع تفاوض على الخمسة والثمانية والتسعة والعشرة كليتهم، يعني راحوا الإسرائيليين على هداك المحل. الفريق العسكري اللبناني مع الفريق المدني اللي معه وجزء منه المهندس نجيب مسيحي، بعتقد عملوا شغل تقني ما فوتوا فيه الاعتبار السياسي نهائيا، وقالوا بموجب هذا الاعتبار التقني هذا الخط اللي احنا بنعتمده وهذا كذا. اذا بدنا نفوت بالسياسي تقني ممتاز، اذا بدنا نفوت بالسياسي اللي على ما يبدو هي اللي معطله هذا المسار، او اللي شايفه انه هذا المسار في استحاله بتحقيقه او استحاله باقناع الامم المتحده او حتى الاسرائيلي انه يرجع الى التفاوض بهذا الموضوع، في استحاله نستحصل على هذا الامر. فيك تقول لي شو موقف حزب الله من هذا الموضوع؟ انا بعتقد حزب الله لحد ما كان الملف بايد الرئيس نبيه بري كان معتمد استراتيجيه واضحه مش مخبيه، وحتى بعتقد اعلنوا عنها مرارا، هن بيوقفوا خلف الطرح اللي بيطرحه الرئيس نبيه بري بهذا الموضوع. عندما اصبح الملف بعهده الجيش اللبناني هن رح يتبنوا الوجهه اللي بده يحطها الجيش اللبناني، لانه قال انه هذا التفاوض رح يصير الجيش برعاية رئيس الجمهورية. ما بعتقد رح يخرجوا حزب الله عن هذا السقف نهائيا، يعني عن هذا السقف اللي صار تحددت مرجعية، كانت بالقبل مرجعية التفاوض هي الرئيس بري، كانوا هن خلف الطرح اللي عم يطرحوه، اليوم في مرجعية جديدة، إذا تبنت هذا الطرح أنا بعتقد هن مضطرين يتبنوا. اليوم لما بيطلب وزير الأشغال ميشيل نجار فرصة لفرصة كم يوم لدراسة موضوع التوقيع، إذا قلنا أنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعطى موافقة على الأمر، ووزيرة الدفاع زين عكر أعطت موافقة على التوقيع، وميشيل نجار طلب فرصة للتوقيع، ليش طلب الفرصة؟ لمشاورة مين؟ ميشيل نجار موظف برتبة وزير، بالأخير عنده مرجعية سياسية اسمها سليمان فرنجية، بده يرجع لسليمان فرنجية ويشوف سليمان فرنجية مع رئيس مجلس النواب مع الفريق اللي بيمثله مع حزب الله، بعتقد بده يرجع على هودي مش رح يرجع. هيدا اللي عم اقوله، هل هي مسؤولية سليمان فرنجية؟ لا. لما بنقول او لما بتطلع يعني بيطلع ناس او شخصيات تمثل اطراف حليفة خلينا نقول لسليمان فرنجية بتقول خلي معلمه لميشيل نجار يقرر شو بده يعمل، المرجعية هون هي سليمان فرنجية بالموضوع ام الحلف كله مجتمعة، يعني بما فيهم الرئيس بري وبما فيهم حزب الله وبما فيهم حزب الله، وبعتقد بما فيهم حتى يعني التيار الوطني الحر، وما بعتقد رح ياخذوا هذا القرار. هذا الموضوع سمر لا يجوز ادخاله بالزواريب الداخلية اللبنانية. سيوقع تعديل المرسوم ولا لا ويروح على الأمم المتحدة؟ لهلا انا مش شايف في توقيع، لهلا لحد هاللحظة مش شايف في توقيع. أكتفي بهذا القدر بهالموضوع لأنه الوقت بيقطع بسرعة، لأنقل إلى نقطة تانية يلي هي نقطة الحكومة تحديدا. قلت لي أنه ديفيد هيل ما عنده مش جاي بحاطة الحكومة أصلا، وهذا الموضوع السياسي بحساباته بزيارته هيدي الحالية. خلينا نروح إلى نقاط عديدة عم بتصير، من الموقف الفرنسي والموضوع الفرنسي إلى زيارة يلي كان لازم تصير وعطلت بمفعول أمريكي خلينا نقول، وصولا إلى هيدا الهمروجة خلينا نقول النكد السياسي والمسخرة يلي عم بتصير بالتعاطي مع هذا الملف. يعني صفينا فريق الرئيس الحريري يتهم الرئيس والتيار الوطني الحر انه بده الثلث، وهوديكم يتهموه انه بده النص زائد واحد صار بالحكومه، وامبارح علي السقف لدرجه انه الرئيس الحريري يماطل وهو الذي يؤخر تشكيل الحكومه ولا يريد تشكيل الحكومه بالنسبه للتيار الوطني الحر. وين هالحلقه المفقوده بالحكومه؟ شو المشكله الاساسيه بموضوع الحكومه؟ أنا أول شيء ما بعرف سمر قديش اللبنانيين يعني حابين يسمعوا بعض يعني أخبار عن الحكومة وعن الثلث المعطل، حابين يسمعوا بس حابين يسمعوا حقائق من حدا مثلك ما عنده حسابات سياسية ولا عنده ولا يرضخ لطرف أو زعيم، يعني مثل ما هي مثل ما شايفها بمعطياتك بمعلوماتك وباتصالاتك. لا أنا تقديري اليوم في الواحد يعني ما بدي أقول يجزم 100%، بس في يقول يرجح فرضية أنه الاعتبار الداخلي
كاعتبار معطل لتأليف الحكومة هو الاعتبار الأساسي. يعني الحكي والتذرع باعتبارات خارجية، أنا ما بعتقد هلأ في اعتبارات خارجية سواء إلى علاقة بالرئيس الحريري وأنه في إعاز سعودي ولا أمريكاني ولا إلى آخره. أنا بعتقد الرئيس الحريري بعتقد إلى حد ما بيعرف وصار يائس أنه لن تفتح أبواب السعودية أمامه في المدى كده، صار محسوم. بعتقد أنه صار يعني هو سمعوا الفرنسي وسمعوا العراق، سمعوا العراقي والله. سمعوا كتار ناس المصري وسمعوا المصري. بعتقد أنه صار هو متيقن أنه الأبواب السعودية لن تفتح أمامه، وبالتالي عليه أن يعيد صياغة موقفه وموقعه بالداخل اللبناني استنادا إلى هذا المعطى، وبالتالي مش رح لا يقدم ولا يأخذ شيء. يعني هون إعادة صياغة؟ أنا رأيي يعني تقديم تنازلات؟ لا، أنا رأيي مش هذا هو الموضوع. أنا هلا هذا فتنا على موضوع كتير مهم وحساس وحيوي، وإذا بدك يعني بنحكي عنه ليش؟ لأنه أنا بتصور أنه اليوم سعد الحريري أمام فرصة ذهبية، وأنا رأيي هذه الفرصة الذهبية كانت متاحة قدامه منذ لحظة اعتقاله في السعودية بال 2017، أن يتحرر نهائيا من العباءة السعودية لبنانيا، وأن يضع نفسه على سكة بناء حيثية وطنية لبنانية تجعل السعوديين وغير من الدول بحاجة لسعد الحريري بدل أن يستجدي الرعاية والدعم السياسي والدعم المالي. عم بتقل على سعد الحريري شوي، هيدي ممكن تزبط مع رفيق الحريري بس ما بدش تزبط. أنا عم تعطيني رأيي، أنا عم تعطيني رأيي بس خليني تما يهرب كتير الحديث. بيقدر سعد الحريري أن يتحرر من العباءة السعودية؟ أنا رأيي بيقدر يتحرر بالمعنى مش السياسي، بالسياسي أنا بعتقد كتار من راح يقدر يتحرروا من العباءة، بس العباءات بشكل إيه لا لا، أنا عم بحكي إنه بالمعنى إذا بدك الوظيفي التاريخي لبيت الحريري بعلاقتهم بالسعودية. أنا بعتقد عندما حصل ما حصل بال 2017 وأدرك سعد إنه يعني إنه الحجم الشيء اللي صار يعني من اعتقال رئيس حكومة إلى كل المرافق هذا الموضوع، ثم بعدين لاحقا يعني إذا بدك إفلاس سعودي أوجي ومحاصرته، الحكي السياسي العالي السقف عليه، حتى عدم فتح الباب لالتقاط صورة لإلهم معه، كل هذا بيعني أنه هني هلأ هو غير موجود على جدول أعمالهم، وفي مقاربة سعودية جديدة للملف اللبناني. هني معتبرين أنه نحن استثمرنا هالقد بلبنان من 92 لهلأ، أنا الأوان لهذا الاستثمار أن يتوقف وأن نقارب المسألة اللبنانية. بس هل بسهولة بيقدر معلش السني في لبنان أن يتحرر بالكامل من العباءة السعودية إذا كان بده يكون فعال وموجود وعلى رأس السنة في لبنان وعلى رأس الحكومة اللي هي أعلى موقع سني؟ لا، أنت بتفرق القصة وين؟ أنه أنت اليوم أنت بتعرفي، خذي نموذج الرئيس مئاتي، شو كان الموقف منه عندما تألفت حكومة 2011 وشو موقفه منه اليوم؟ طب هو ناطر الخارجية منهم مثلا؟ هو مش ناطر الخارجية منهم، بس هو فرض حاله بالمعادلة اللبنانية وعامل علاقة جيدة معهم، هن بيقبلوا وهو بيقبلون. بس هل نجح بفرض حاله بالمعادلة اللبنانية الرئيس؟ فرض حاله ليش عم يعني لا 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 عم هو مقرر نجيب مئات مقرر ما يعمل لحاله حيثية لبنانية أكثر من حيثية الشمال وطرابلس وإلى آخره، هذا موضوع ثاني. أنا عم ناقشك إنه اليوم أي طرف لبناني بيفرض حاله بالمعادلة، عبد الرحيم راد فرض حاله بالمعادله ولا لا؟ بيحكوا معه ولا لا؟ هلا بيستقبلوه ولا بيستقبلوه؟ بيزوروه ولا بيزوروه؟ هذا صديق للسعوديين. عم لك اي حدا بلبنان اليوم بيقدر يفرض حاله بالمعادله، بيقدر يعمل علاقه سويه معهم عاديه طبيعيه جدا، لا يستجدي الرعايه لهم، بيكون هو من موقع القوي، هن بيجوا لعنده مش هو بيروح لعندهم. عم نقول نغير قواعد سعد الحريري قادرة على أنا بعتقد أنه آن الأوان يعني أنا بعتقد صاروا بيحاول 4 سنين يدق البواب وما عم تنفتح البواب، بده ينطر بعد 40 سنة، فإذا يعني معه حق يتمسك برئاسة الحكومة مخافة أنه يتسكر. هل بيكون بحاجة إلى حضن آخر لاحتوائه؟ لا، مش بالضرورة يكون بحضن. هلأ هو متوفر له الحضانة، متوفرت له الحضانة الفرنسية ومتوفرت له الحضانة المصرية، وأنا بعتقد هلأ هذه هي الحضانة الأساسية لسعد الحريري، وما في بعتقد حضانة ثالثة له بالإضافة للحضانة عربياً اللبنانية. مصر عربياً مصر ودولياً فرنسا.
بتفويض امريكي له علاقه بالمبادره الفرنسيه، وانا بعتقد هذا التفويض كافي له، يعني ما بده اكثر من هيك. والمصري رجع يلعب يعني ادوار بعدد من الساحات، وجزء منها الساحه اللبنانيه، عنده اعتباراته المصرية مش بالضرورة اعتباراته اللبنانية، شايف تركيا، شايف مجموعة عوامل، بس بالأخير صار موجود المصري بلبنان. وبالعكس يعني المصري بموضوع الرئيس الحريري أنا بعرف أنه هن يعني عم بيكونوا يعني إذا بدك مثل ما يعني بصريح العبارة أنه إجوا شدوا له ركابه ببيروت، يعني أنه هالقد تنازلات بكفي، ما بدنا منك تعمل أكثر من هيك، يعني في تبني، في إحاطة بالتفاصيل العلاقة بالمصريين. أنا رأيي إذا هو بيحط حاله على هذه السكة الرئيس سعد الحريري، رح إذا مش أنا وياك عم نقول إذا حط حاله على هذه السكة ممكن بعد فترة تتغير الأمور يفرض حاله. بتصور أنا بالمدى القريب ما رح يكون في حدا بالمعادلة السنية بلبنان يضل بالمرتبة الأولى إلا سعد الحريري. صحيح، يعني حتى لو نزلت شعبيته وزمت كتلته بس رح يضل الأول بالمدى القريب ويمكن أكثر من المدى القريب. هذا بالشق المتعلق بسعد الحريري. إذا بدنا نقول على الطرف الآخر من الصراع الحكومي في لبنان يلي هو بدي حيد رئيس الجمهورية هلأ حاليا، ويلي هو جبران باسيل، الوزير السابق جبران باسيل والمعادلة مفروضة. أول شيء قلنا تحدثنا عن أن أو المحد ببداية الحديث عن أنه الزيارة إلى فرنسا كانت زيارة قائمة وليست زيارة وهمية افترضها البعض، وأنه كانت تنتظر شروط وتنازلات قبل ما تصير، ولم يلتزم جبران بهذه الشروط وبالتالي لم تحدث الزيارة. شو حقيقة الوضع كان؟ أنا رح أقول يعني إذا بدك الشيء اللي بعرفه بهذا الموضوع سمر، أنا الانطباع إذا بدك الأول قبل ما نحكي الانطباع أنه الإدارة الفرنسية للمبادرة الفرنسية بلبنان اللي صار عمرها تقريبا شيء 8 شهور يعني منذ آب الماضي لليوم، للأسف في إدارة قاصرة. تم تقول فاشلة؟ يعني تم نقول فاشلة ويمكن أصبت نقول فاشلة. ليش عم نقول فشلت؟ لأنه أنت عادة بتعمل الغلطة أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، 10 مرات بتعمل الغلطة هي ذاتها؟ يعني هي حدد الغلطة؟ مجموعة أخطاء بمقاربة الملف اللبناني. كيف بلش ماكرون بقصر سنوبر؟ بده حكومة وحدة وطنية، حكي عن مؤتمر اقتصادي وعن عقد اجتماعي جديد، يعني عم بيحكي عمليا أوحى بطائف. بلشنا بعنوان كتير كبير، رجعنا فجأة قالوا أنه حكومة تكنو سياسية، رجعنا لحكومة اختصاصيين. هلأ ما عادش عندهم مانع شو هي الحكومة، المهم تكون المهم يصير المهم أنه ما يكون في وزراء فاسدين. آخر صيغة للحكي الفرنسي أنه عملوا الحكومة اللي بدكم إياها بس ما بدنا وزراء فاسدين. بلشوا بحكومة هالقد الأعداد، بلشوا هالقد بدهم وزارات، بلشوا هالقد عملوا شو بيسموه إذا بدك البيان رقم 1 تبع الحكومة اللي قالوا فيها الحكومة لازم تتبنى 1 2 3 4 5. يعني هو كان عم ينقال إنه كتب ماكرون البيان الوزاري إيه إنه آخر. تعال شوف اليوم وين صاروا الفرنسيين، وين كان سقفهم وين صاروا اليوم. وبالتالي بين آخر شيء إنه للوهلة الأولى الناس سكرت بصورة ماكرون بالجميزي، والناس عم بتقله إنه عم تسب الطبقة السياسية اللبنانية، وبين كأنه هو المنقذ وكذا وإلى آخره. طلع أنه الفرنساوي متكمش بلبنان ومش قبلين يتخلى عنه وقبلين كل شيء بالبلد، لأنه اعتباراته بمقاربته للملف اللبناني ما لها علاقة لا بانفجار. بالمقابل لبنان مش قابض الموضوع جد كتير، واللبنانيين لا مش قصة مش قابضين الموضوع، اللبنانيين في حجم تناقضات وتعقيدات بالمشهد اللبناني سياسية وطائفية بده يكون الواحد خبير محلف تيقدر يقطعها. يعني هن اللبنانيين بين بعضهم مش عم يقدروا يقطعوا الملفات، فكيف الفرنساوي عم يتعاطى فيها بصفته؟ اجى اول شيء عم بيقول انه انا بعرف اكثر من الامريكاني الملف اللبناني، وانا بقدر اقارب الملف اللبناني غير هوديك ما بيقربوه بصوره عموميه، انا بعرف تفاصيل لبنان. وبينوا هن بمقاربتهم للملف الاقتصادي والمالي انه عندهم شيء يقولوه يحطوه على الطاوله، بس بالسياسه لهلا بالسياسه مش ظابطه، حتى ما نقول فاشلي يعني. وبرأيك ما قدروا حتى أنعوا الأمريكاني بالتسليم الكامل لهالملف للفرنسي، يعني بيضلوا كل ما قوي الخلل بيطلوا الأمريكيين براسهم بصوبوا المسار وبيرجعوا.
هي عمليا لهلا ما صار يعني منذ وصول يعني اذا بدك اداره يعني انا رايي ترامب مش بس انه ما كان انا رايي كان في مكان ما لعب يعني ضغطوا على المبادره الفرنسيه بشكل سلبي يعني كان واضح في اشارات اجت بموضوع العقوبات اول مره وثاني مره اطلق اجى بايدن قال انه لا نحن بنفهم الملف بطريقه مختلفه مقاربتنا غير التفويض لكم موجود الافق الزمني مش مفتوح العقوبات الى اخره حطوها انا بعتقد اول فاول صار بموضوع مع الامريكان هو موضوع زياره الحريري وجبران باسيل يعني لقاء باريس انا بعتقد هذا اول فاول صار هلا مع اداره بايدن وبعتقد تدخلوا هن على قاعده انه انا يعني انا حاطط عقوبات مش عم اقول لك راح افرض عقوبات جديده بس ما تلغي لي اللي انا عامله من يعني. افشل هذه الزياره زياره باسيل الى باريس ولقاء الاليزي لك يعني قد تكون هناك جهات لبنانية دفعت وما كان عندها مصلحة بأنه هذا الشيء يصير وهذا الشيء مش مخبأ على رأسه الرئيس الحريري ما بده كان اللقاء يصير هذا مش مخبأ بس يمنع لا لا لا, لا. وقد تكون هناك جهات فرنسية كمان بقلب الفريق نفسه ما عندها مصلحة أنه كمان يصير اللقاء لأنه بتعرفي في فريق بالإدارة الفرنسية أقرب للرئيس الحريري مش صحيح بس اللي اخذ القرار انا بعتقد الامريكاني هودي ما كانوا هن هودي كانوا يمكن اذا بدك قوه دفع في مكان ما اجت يعني كذا بس القرار بس الامريكاني ليش اخذ ليش بده يعطي الفرنسي الحريه بانه مشي بمبادرتك وجرب انك توصل الى تشكيل حكومي في لبنان وبنفس الوقت بده يحط عصي في دواليب مسار امكانيه تقريب وجهات النظر للوصول الى حكومه يعني خاصة مع جبران باسيلي على خلفية العقوبات يعني لا هو تقلك شغلة هو سمر إذا بدك خذ الموقف المصري الموقف المصري شو إجا قال سامح شكري بزيارته لبيروت أنه أنا جاي أشوف كل الناس باستثناء جبران باسيل حزب الله حطي موضوع حزب الله على جنب ما له علاقة يعني ما بعتقد أنه كان مدرج على جدول أعماله بس الرسالة الأساسية لها علاقة بجبران باسيل شو رسالتهم رسالتهم أنه أنتم شو بدكم بلبنان أنتم بدكم حكومة حتى هاي الحكومة تحط البلد على سكة الاي ام اف الاي ام اف رح يجيب تدفق مالي إلى آخره من بعده عبر صناديق ومؤسسات وقروض و أنتم هاي اللي بدكم توصلوا له بس المفتاح شو هو حكومة الحكومة ليه ما عم تطلع بلبنان لأنه في حدا حاطت مجموعة مطالب عم بيقول 1 2 3 4 هن عمليا باللي عملوه المصريين وانا رايي هذا هو موقف الامريكاني ضمنا والموقف الفرنسي الرسمي اذا بدك ضمنا عم بيقولوا انه اللي بيتحمل مسؤوليه عرقله التاليف الحكومي في لبنان هو جبران باسيل بالدرجه الاولى وبالتالي انت اليوم اذا بدك تيجي تقعدي مع جبران باسيل يعني اذا عم بيقولوا المصريين اذا بدك تتعامل مع الملف على طريقه الفرنسويين تفرشي له سجاده حمراء بالإليزي وتقعدين مع ماكرون هذا رح يخلي بكرة الوزير باسيل يرفع سقفه ويعتقد أنه نجح بال أنه تم تعويمه ايه تم تعويمه اللي عمله المصري وأنا بعتقد هذا ضمنا كمان الموقف الأمريكاني وجزء من عم لك موقف الإدارة عم بقول لا خلي الرسالة توصل بشكل واضح ووصلوها بعدم اللقاء وصلوها بعدم اللقاء قولي لي أنا رأيي غير هيك أنا بقول لك أكيد رأيي غير هيك إنه وين رأيك؟ رأيك حول لب التعطيل الحقيقي وين القصة الحقيقية العقدة الحقيقية بعدم تشكيل الحكومة وعدم الإمكانية للوصول لحكومة هلأ وين؟ الموضوع الأساسي متصل بمستقبل وزير جبران باسيل مستقبله السياسي والرئاسي هذا هو كل الموضوع ما في شيء تاني غير هيك يعني هل يتحرر رئيس الجمهورية من هذه الاعتبارات هل يتحرر أنا برأيي مستحيل طيب والأطراف الأخرى بيقدر حزب الله يتحرر من هذه الاعتبارات والبلد خلصنا يعني أنا رأيي حزب الله قدام سؤال كتير كبير اللي أنت عم تقوليه كمان هل يتحرر من اعتبارات الحليف لمصلحة إنقاذ البلد ومنع انهياره أم لا يتحرر وبالتالي يتحمل مسؤولية انهيار البلد لحد هلأ حزب الله ما أعطى ولا إشارة بالمباشر للخيار الأول أنه هو مستعد يتحرر من اعتبارات الحليف وهو بيقول أنه عنده اعتباراته بتقول أنه آخر شيء أنا حتى لو رحت بدي أضغط على جبران باسيل وعلى ميشيل عون بالأخير التوقيع عند ميشيل عون ميشيل عون لن يوقع إذا لو العالم كله ضغط عليه إذا هو مش مقتنع لو حكيت معه الكرة الأرضية كلها هذا آخر شيء ميشيل عون
وهو عم يطلع يقول انا ميشيل عون. يعني بالحروب هو عاده بيخوضها على الاخر، بالحكومه، بالتدقيق، بالتحرير، بالالغاء، بيخوض بس حزب الله بنفس الوقت عم بيشوف انه مش من مصلحته انه تضل الامور مكفيه هيك، لانه كيف ما عم بتدور الامور عم ترجع المرجعيه تحميل المسؤوليات له. يعني الناس اليوم معتبره انه حزب الله هو الحليف القوي، لا ميشيل عون، لا فخامه الرئيس، ولا تيار الوطن الحر، ولا جبران باسيل، وبالتالي معتبرين انه بيقدر حزب الله يغير هذه المعادله. ليش لحد هلا ما شفنا ضغط حقيقي من قبل حزب الله على جبران باسيل لحلحله العقد، وخصوصا انه حزب الله من يعني من الموافقين والداعمين الاساسيين لتكليف الرئيس سعد الحريري؟ لكن لانه هذيك المره حكينا بالموضوع وهلا رح نحكي فيه ورح يضل ينحكى فيه لهذا الموضوع، ما رح ينتهي هذا النقاش اللي له علاقه بمقاربه حزب الله لهذا الموضوع، بمقاربه حزب الله لكل ملف البلد. ايه بس انا عم بحكي بالتحديد على الضغط على جبران باسيل. هو شو التعريف للضغط؟ يعني كيف اني اشوف مثلا بيحطوا المسدس براسه وطلعوا قالوا له انه اكثر ما انه طلع مثلا السيد وقال انه انا ما بدنا تلت معطل لحدا؟ شو بدك اياه يقول له اكثر من هيك؟ طلع قال على الشاشه قال له ما بدنا تلت معطل لحدا. وقال انه اخر شيء اذا بدكم نحن بنفضل حكومه تكنو سياسيه، واذا بدك حكومه سياسيه بنقبل واللي بدك اياه، واذا اخر شيء اعتبرته انه الخروج من حكومه الاختصاصيين هو خروج عن الالتزامات، نحن بعدنا ملتزمين حتى بحكومه الاختصاصيين. والعدد روحوا ارفعوا العدد، واذا ضليتكم على 18 ما عندنا مانع. يعني وهودي رجع نزل قال له اياهم الحاج حسين خليل لسعد الحريري، قال له نحن بعدنا ملتزمين معك حكومه اختصاصيين، والعدد نحن ما عندنا مشكلة، إذا بترفعوه بيكون أفضل، بس إذا ما رفعتوه ما في مشكلة. يعني ضلهم هن تحت السقف اللي انحط، أنت لو محلهم شو بتعملي؟ شو بتقولي له لجبران باسيل أكثر من اللي عملوه؟ ما هو نقل هلا جزء منه، ونحن كمان جزء منه. يعني إذا بدك تثبيت موضوع الثلث المعطل، بعتقد ما عادش حدا عم بيحكي فيه لموضوع الثلث المعطل، هلا صرنا قدام عقدة أصعب من الثلث المعطل. صرنا قدام عقدة. هي؟ صرنا قدام ال 16 مش قدام ال 8. العقدة اليوم بال 16 مش بال 8. هو عم بقول انا اخذت الثمان وزراء بصيغه ال 24 واللي هي بعد لهلا الرئيس الحريري ما وافق عليها، لانه هو رابط الموافقه عليها لل 24 بالثلث المعطل، بدي التزام واضح بموضوع انه ما يكون في ثلث معطل. ال 16 باي معنى؟ ال 16 بانه انت اليوم مين كيف بدهم يتوزعوا هو 16؟ وهي هون تحديدا بتروح العقده على المقاعد المسيحيه. اذا فتنا بتفصيل هون، انت ب 18 كان في عنده رئيس الجمهوريه ست وزراء مسيحيين. كان عنده ست وزراء مسيحيين واثنين للمرده، واحد للقومي، خالصه الحكومه. أوكي. بالمعنى هذيك، والتوزيع الثاني واضح. هلا بال 24 بال 24 صار عنده رئيس الجمهوريه سبع وزراء مسيحيين من اصل 12، في عندك اثنين للمرده وفي عندك واحد للقومي، قد ايه صاروا؟ صار عندك 10، بقي في وزيرين مسيحيين، من يسمي الوزيرين المسيحيين؟ حط خط احمر انه ممنوع يسمي حدا ممنوع سعد الحريري يسمي حدا مسيحي، وممنوع حتى الثنائي الشيعي، ولا بعتقد الثنائي الشيعي حاطط لحاله، اكيد راح يمنع وليد جملاط يسمي وزير مسيحي. فمين بده يسمي الوزيرين المسيحيين؟ عرضوا على البطرك الراعي، بعتقد رفض يسمي الوزيرين المسيحيين. فاذا عندك معضله كبيره هلا، مين بده يسمي؟ منين بتجيبيهم؟ من الفضاء؟ بتقولي للمجلس الامن بكره يجتمع وما حدا ليكشنا برا نهائيا؟ كيف تنحل؟ عندك معضله جديه، انخلقت معضله. ما عم بقول لك طيب هيدي ما كان مثلا ممكن انها تنحل. عم بقول لك بتقولي لي حزب الله، كيف بده يحلها هيدي حزب الله؟ بسميهم للوزيرين المسيحيين بيقولوا لهم اتركوا لي اياهم علي، بتقوم البلد القيامه بالبلد. عم بقول لك الحجم التعقيدات الداخليه اذا بتفوتي بالتفاصيل مش سهل ابدا، الى درجه عم بقول لك انه المشكله داخليه. عم نحط حالنا كل مره بنحط قدامنا مجموعه خطوط. يعني لو لم يعطل الامريكي زياره جبران باسيل الى مثل ما انت قلت تعطيل الامريكي بامتياز زياره جبران باسيل الى الاليزي، ولو نجح ماكرون بجمع باسيل والحريري علما انه الحريري كان رافض كليا هذا الجمع، كان برايك ممكن تنحل مثلا بالحكومات السابقه؟ انطرح انه ولا فرنسا كانت مسميه وزيرين مسيحيين كمان من بيناتهم جو صدي اللي هو وزير الهيدا، ما كانت بتنحل مثلا بهيدي الطريقه؟ او بدنا نعتبرها تدخل في الشؤون الداخليه؟ عندما يعني سئلوا عندما انسال عن الموضوع سمر، عندما انسال عن الموضوع هل الفرنسي وقت اللي عم بيدعي الحريري وباسيل ضامن النتائج؟ كان الجواب لا. لا يعني ما هي هون المصيبه، ليش عم اقول لك على الاداره الفرنسيه؟
يعني ما في حلول. ما في حلول، ما عم اقول لك للاسف شو بدنا نقول للناس. يعني مثل ما عم تقولي هلا كل هيدي البروباغندا اللي عم بتصير سواء كان من المصري للفرنسي، ما في لهلا نحن ما يعني طيب ما في حلول، وصلنا الى الطريق المسدود اللي ما فيه حلول. اذا موضوع العقوبات الأوروبية والكلام القاسي يلي وجهه لودريان ويلي وجهه ماكرون ويلي وجهه كلهم، بده ينوضع موضع التنفيذ موضوع العقوبات. هلا يعني الأوروبيين تحديدا الفرنسيين رح يصير فيهم يعني مثل جحا، صاروا بيحكوا عنا للقصة صحيح انه بدنا لدرجة انه ما بقى تصدقهم وانا بعتقد حتى يعني من تحت الطاولة وصلت رسائل لجهات لبنانية وتحديدا يعني بعتقد للوزير باسيل ما تخافوا من العقوبات، يعني معنى انه مش جدية، يعني اعطوا اشارات متناقضة كمان جزء منه له علاقة بالإدارة الفرنسية. يعني هن الفرنسيين بيعرفوا كثير منيح انه هذه العقوبات ما بتقدم ولا بتأخر. إيه بس لا بس أقول لك شغلة، إذا بدهم يروحوا على في أنماط من العقوبات، يعني شو النوع العقوبات اللي بدهم يعملوا؟ أول شيء أي دولة أوروبية فيها تاخد عقوبات لحالها، مش بالضرورة تكون ملزمة الباقيين بالاتحاد الأوروبي. يعني هلأ فرنسا فيها تفتح تسكر وديع وتمنع زيارات لحالها، وأنا بعتقد هاي العقوبات الأوروبية اللي ممكن تقدم عليها دول هيدي بعتقد سهلة وهي بمتناول إيدهم للفرنسيين. الذهاب إلى عقوبات إلى علاقة بالاتحاد الأوروبي إلا بدها إلى آلية وتحضري ملف وفي 27 دولة وتعطي رأيها. هلأ المفارقة اللافتة للانتباه واللي نحن يعني شوي إذا بدك مش إذا بدك قابضين حالنا زيادة عن اللزوم، أنه عادة الاتحاد الأوروبي واجه عقوبات بأي ملفات، أنه عم تحكي أنت عن روسيا، أنه في حجم تداخل المصالح بين روسيا والاتحاد الأوروبي كتير كبير، عم نحكي بين الدول مش بالضرورة مع الاتحاد ككل. عم تحكي بإيران صار في إشكال على موضوع العقوبات، عم تحكي على الصين في إشكال، تركيا حجم التبادل بينها وبين أوروبا كتير كبير، مع لبنان ما في مشكلة مع بلد أوروبي، كلهم رح يكونوا كلهم أشي لفة مع بعضهم، إنه شو بدكم من لبنان أي عقوبة، أنا بعتقد ما رح تكون القصة صعبة، يعني نحن عم نبالغ بتقدير إنه رح كأنه رح يصير لبنان بكرة موضوع خلافي على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بين من يقف مع لبنان وبدوش يفرض عقوبات وكذا، أنا بعتقد مش نحن مش بهالمحل نهائياً. السؤال هو له علاقة بالآلية الأوروبية، هن الآلية الأوروبية الداخلية كيف بدهم يعملوها؟ بس هن متفقين من بعضهم. أنا بتصور ما في خلاف، يعني كثير هين إنه يحطوا هذه الآلية. نحكى باليومين الماضيين عن إنه هلأ هذا الأسبوع من هلأ لنص الأسبوع في لائحة عقوبات، ما حدا يعني لك سمر وفي جزء كبير من المحيط القريب جدا من رئيس الجمهورية. يعني ما ليه رح أقولهم أنا، يعني نحكى عن الوزير جريساتي، نحكى عن حتى المستشار أنطوان قسطنطين، نحكى نحطت هيك مثل بروفيت أسماء خلينا نقول. بس شو يعني لما بيطوقوا بعبدة، يعني بيطوقوا الرئيس عمليا، طوقوا مكتب الرئيس. إيه هلا أنا بصراحة ما عندي معلومات إلها علاقة بالأسماء. لا بسمعنا فيها ممكن تكون صح ممكن تكون لا، نتبناها بس نحكى. بس إنه عم بقول لك أنا شخصيا ما عندي فكرة عن الأسماء نهائيا، وبس إنه بصير الواحد عم بيحط بخانة التحليل، هني جايين يفرضوا عقوبات، بدنا يفرضوا عقوبات على مين؟ بدنا يفرضوا عقوبات على المحيطين اللي هني بيعتبروا معطل. المعطل بالنسبة لأنه بدنا يفرضوا على الوزير باسيل وعلى الفريق المحيط فيه وبرئيس الجمهورية. ممكن تكون الرسائل أول مرحلة عن طريق الوزير باسيل، مش بالضرورة يروحوا مباشرة لعند رئيس الجمهورية. إذا راحوا لعند رئيس الجمهورية بيكونوا رفعوا سقف التصعيد بمواجهة رئيس الجمهورية، معش الموضوع بس له علاقة بالوزير جبران باسيل. اليوم اللي عم تسميهم بالاسم هودي مش مستشارين لجبران باسيل، عم طوقوا مكتب، فاتوا على مكتب رئيس الجمهورية، وهذه هي نقلة كتير كبيرة مش بسيطة. لذلك أنا عم بقول ما عندي معطيات. يعني إذا صارت هذا الأسبوع شو بتعني؟ يعني لما بيصلوا لهذه النقطة يعني كبيرة. يعني بتعرفي شو معناتها سمر هيدي؟ يعني الخطوة اللي من بعدها مين؟ رئيس على رئيس الجمهورية. إذا بلشوا هيك الأوروبيين يعني اللي من بعدهم رئيس الجمهورية. أنا عم بقول لك عم بفترض بالتحليل، بس أنا عم بقول لك ما عندي معلومات على هذا الموضوع بصراحة. إحنا ما عم نتبنى بس عم نقول إنه في كلام انحكى هيك. هلا منشوف إذا طلعت ولا ما طلعت ولا، بس إنه نتيجة الكلام اللي انحكى بيه هذا الحكي بيوصل لمحل انه هن عمليا من بعد هو اثنين في رئيس جمهورية، ما في ثالث رابع. يعني شو بدنا نحطه على قائد الحرس الجمهوري ولا على مين بدنا نحطه؟ بدنا نحطه على المستشار الاقتصادي ولا على المستشار القانوني ولا على أنطوان شقير ولا عمين؟ انا بعتقد خلص راحوا مباشرة لعند رئيس الجمهورية. نعم. هي رح تعمل اشكالية كبيرة يعني للبلد هون ساعتها
الطامة الكبرى يعني. تخيل بلد يعني خلاص انخنق بيكون البلد مخنوق كلي. البلد مخنوق, هو مخنوق البلد بس زيادة يعني كان بعد في حدا عم فيك تحكي معه يعني يبطل انه بكره عقوبات على رئيس جمهورية, انه ما بدهم يشوفوا رئيس جمهورية. تصوري مثلا بكره ضيف اجنبي يجي على لبنان, ما بده يشوف رئيس جمهورية, ما بده يشوف الرئيس حسان دياب, ما بده يشوف جبران باسيل, مين بده يشوف بالبلد؟ خلص يعني عمليا, وما بده يشوفوا حزب الله, مين بده يشوفوا؟ يعني شو عن جد عم نصير دولة فاشلة يعني, أصلا صرنا دولة فاشلة.